طب والمساكن لا يجوز تفتيشها الا في حالتين اتنين فقط. المساكن، انا ما اقولش الاماكن الخاصه، المساكن. رضاء زائد اذن. رضاء واذن. رضاء من مين؟ من حائز المسكن. من حائز المسكن اللي بيقيم فيه بشكل معتاد. انا اعطي الرضاء بتفتيش مسكني. وفي غيبتي تكون لزوجتي. في غيبتي تحط تحت الحته دي 100 خط. الزوجه وكيله. الزوجه وكيله عن زوجها بالنسبه لحيازه المسكن في غيبته. يبقى لو هو موجود، ودي كانت اخر قضيه اشتغلناها الاسبوع اللي فات، وحصل خلاف بينه وبين زوجته، اختها بلغت البوليس، طلع البوليس فوق، انت ليه محتجز البنت دي؟ انت ليه مختطفها؟ الست قالت له اتفضل يا سعاده البيه تعالى خش على اوضه النوم، شالت المرتبه الحشيش اهو، تعالى ما اخش على الحمام، الصنداره دي افتحها، فتحها، ادي البندقيه ايه. خدنا برقه في القضيه دي ليه؟ لان الرضاء صدر ها من الزوجه بالتفتيش في حضور مين؟ في حضور الزوج. يبقى الاجراء هنا ماله؟ باطل. صدر ممن لا يملكه. لكن لو ما كانش الزوج موجود يبقى كان يصح ولا ما يصحش؟ يصح. صحيح ممكن بقى ندفع بشوع الاتهام او ندخل دخله ثانيه، لكن تفتيش المسكن يكون من القائم فيه بشكل معتاد. الحته دي المشرع واحكام القضاء استثنت منه حته. الخليله، الخليله صاحبه الراجل اللي صاحب الشقه ده او حائزها لها ان تسمح بتفتيشه. أرد عليه قصده. لا يستفيد الملوث من تلوثه. يبقى المسكن هنا يجوز تفتيشه في كام حالة عندي؟ 2، رضاء، وده يستبعد كتير. لأنه لابد أن يكون رضاء صادر عن حرة واعية صريح قاطع. على بينة من أن من يطلب التفتيش لا يوجد بيده ما يبرر القبض والتفتيش بدون رضائه. دي أحكام محكمة النقض. يبقى بمفهوم المخالفة لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. لا يجوز تفتيش المساكن في حالة التلبس. خلاص متفقين في الحتة دي؟ يبقى أدخل المسكن في كام حالة؟ 2، رضاء، إذن. تلبس وأنا طالع على السلم شميت مخدرات أقدر أدخل؟ لا، بس خلي بالك بقى. عندي حاجة مستخبية في جنبي كده اسمها الضرورة الإجرائية. الضرورة الإجرائية. عشان أحكي لك في الضرورة الإجرائية دي هفتح قوسين كده وأكلمك عن 3 طوائف لمأمور الضبط القضائي. مأمور الضبط القضائي 3 طوائف. منهم صاحب الاختصاص الشامل بكافة الجرائم في نطاق اختصاصه الإقليمي. السادة الضباط وأمناء الشرطة الموجودين في اسم الأزبكية اللي احنا تابعه هنا دلوقتي. يختص بكافة أنواع الجرائم فين؟ في دائرة الأزبكية. خرج من دائرة الأزبكية دخل في باب الشعرية. يتجرد 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 من صفة الضبط القضائي ويبقى رجل سلطة عامة. لا يقدر يملك لا القبض ولا التفتيش. صح كده؟ أهو ضابط مباحث شبرا مصر. دخل محطة مصر. لقى جماعة صعيدة معاهم الشنط والسلاح باين منها. تلبس. يقدر يقبض يفتش؟ ما يقدرش. امال يعمل ايه بقى؟ يتحفظ. مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص الشامل اختصاصه فين؟ في دايرة اختصاصه المكاني. خرج اتغدى عند حماته في الدايرة اللي جنبها، يبقى رجل سلطة عامة. باستثناء ما يسمى بالضرورة الإجرائية. ركز معايا جدا في الحتة دي. دي موجودة كتير جدا في الواقع العام اللي بشوفه. باستثناء الضرورة الإجرائية. أهي. تصور ان المكان اللي قدامي ده هو اسم الازبكيه، وانت موجود هنا وفي ايدك سيجاره فيها حشيش بانجو. الجريمه وقعت فين؟ في دايره الازبكيه. اول ما شفتني رجعت خطوتين ورا بقيت في دايره شبرا. باي باي. جميل بيقول لك انت كده رجل سلطه عامه. اقول له لا، ده انا هتعقبك في شبرا وبنها وطنطا والاسكندريه، لان الاختصاص بدا صحيح فين؟ ها شفتم الضروره الاجرائيه اهي. طالما ارتكبت الجريمه متلبسا بها في دائرته اتتبعه الى خارج الدائره. لكن انا موجود في الدائره بتاعتي في اخر حدودي هنا، هو واقف في دائره الشرابيه الناحيه الثانيه بيدخن سيجاره. اقدر اقبض وافتش؟ ما اقدرش. انما انا سجل سلطه عامه اعمل ايه في الحاله دي؟ اتحفظ فقط.
عاوز اخد فكره الضروره الاجرائيه دي واطبقها على المسكن. انا قلت لا يجوز تفتيش المساكن في حاله تلبس. انا لقيت الولد ده واقف قدام الشقه بتاعته قدام البيت بتاعهم وفي ايده سجاره بنك. حاله التلبس موجوده ولا لا؟ تمام. الولد فاهم اجراءات جنائيه، راح دخل جوه وقفل الباب وراه. ادخل وراه الباب. ادخل وراه، شفتم بقى الضروره الاجرائيه ايه؟ ادخل هنا عشان اعمل ايه؟ القي القبض عليه وافتشه. واضبط ما يظهر عرضا، دخلت جوه لقيت ابوه راقر قاعد ماسك الشيشه وبيدخن حشيش، اقبض عليه. واضحه الفكره دي؟ لا يجوز تفتيش المساكن في حاله التلبس مطلقا.